السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي الحلوين، كل سنة طيبين. والحلقة الثامنة تقريبا، الثامنة، الحلقة الثامنة من حقي، من سلسلة حقي إيه، من حقي أتعلم. أخذنا الحرف المفتوح، الحرف المفتوح وخدنا عليه كلمات، والحرف المكسور وخدنا عليه كلمات. هناخد الحرف المضموم، وهتبقى الكلمة بقى عبارة عن إيه، فتحة وكسرة وضمة. يبقى أنا شملت الثلاث حركات. طيب ناخد الحرف المضموم الأول. الحرف المضموم نفس الحروف بتاعتنا، الألف أهي، هكتب الحروف وبعد كده نحط عليها الحركة بتاعتها وبعد كده نشوف هنقرأها إزاي. ركز معايا، شوف انا بكتب ازاي. كتبنا الحروف، هنحط عليها بقى الحركه بتاعتنا النهارده اللي هي حركه الضم. الضم حركه عامله ازاي؟ ايه حركه الضم؟ العلامه بتاعتها شكل ايه؟ شكل الواو بس صغيره اهي. شكل الواو بس صغيره وبتبقى فوق الحرف.
عرفنا ان حركة الفتح بتبقى فتحة يعني شرطة بيبقى فوق الايه الحرف، حرف حركة الكسر بتبقى شرطة برضو خط كده صغير تحت الحرف. المرة دي حركة الضم، الحركات الفتحة والكسرة والضم، الفتحة والكسرة دي اسمها الحركات الأصلية، حركات الايه الأصلية، عندنا يعني حركات أصلية وحركات فرعية. الحركات الأصلية الفتحة والكسرة والضم، فتحة وكسرة وايه وضم. طيب خدنا الفتحة والكسرة وخدنا عنهم كلمات، هناخد النهاردة الحروف المضمومة وازاي نقرأها. ركز معايا، ضمة يعني انا خد بالك بقى في الفتحة عملت ايه، بقول فتحة فا فتحة، فتحت فمي او تمي فتحته، آ با تا ثا. طيب وفي الكسرة كسرت، شفت انت بقى لما تيجي تضغط على حاجة كده فانت بتقول ايه، اي بي تي ثي جي حي مكسوره. طب الضمه اللي هي بتاعت اليوم ان شاء الله، بضم فمي، او بو تو ثو ثو. اوعى تنسى تحط لسانك ما بين اسنانك في الحروف اللثويه دي، ثو 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 يعني ساء 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 تحت عليها ثلاث نقط، بس تحط لسانك ما بين سنانك عشان اللي مش قادر وايه يفهمها كويس من الـ من الـ من الـ من النطق بتاع الـ 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 الفيديو. ثو مش تو، هي مش تو، ثو. ها يبقى او بو تو ثو، ها جو، ها حو، برافو، خو، ها دو، ها ذو، برافو، ها رو، ها زو، زو خفيفة، ها سو، ها شو. شفت بقى دي بقى صو 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 صو، صنبور صنبور، صندوق صندوق، صو، ها ضو ضو ضو. ضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له، ضو طو طو، طولب طولب، او طلاب طو طلاب، ها ظو ظو، ظلم ظلم، ظو فخامة ايه، عو غو، ها فو قو، برافو عليك، كو، ها لو مو، ها نو، برافو، هو وو يو. ركز كويس جدا، خد بالك احنا بقى برضو بنعمل نفس الايه المبدا الاول اللي هو ايه، الحرف له شكلين اتنين، وفي حرف له شكل واحد، وفي حرف له اربع اشكال، احنا خدنا منهم ثلاثة بس اللي هو حرف الهاء. ماشي؟ طيب الحرف اللي له شكل واحد ده شكل واحد يعني ايه؟ يعني في اول الكلمة هو شكله كده، في نص الكلمة، جه في اخر الكلمة هو شكله كده، تمام؟ يبقى الالف بنفس الشكل، الدال بنفس الشكل، الذال، الراء، الزاي، الواو، الميم. بس الميم لها اكتر من شكل، بس هي كلها شكل واحد، يعني الميم بتاعتنا دي تأتي في اول الكلمة وفي وسط الكلمة ونهاية الكلمة. ماشي؟ هي مش قاعدة، قاعدة الميم اللي في اول الكلمة زي كلمة محمد، المفروض كده. ادي الميم، ادي الميم اللي في اول الكلمة، ادي الميم اللي في اول الكلمة، تمام؟ وفي ميم، ونفس الميم دي برضه تمشي معايا في اول الكلمة، زي ايه؟ ماهر، ما ينفعش اعمل الميم دي، لازم اعمل الميم دي كده. تمام؟ ما علينا، الميم ايا كانت ممكن تتحط باي شكل من الاشكال. نفس الشكل ده ممكن يجي في الاول وفي النص والاخر، مفيش مشكلة، والواو كذلك. يبقى انا عندي حروف ثوابت، ثوابت، ثوابت يعني ايه؟ ما بتتغيرش، الالف والدال والذال والراء والزاي والواو، وايه بقى؟ والميم. الالف والدال والذال والراء والزاي والواو والميم. دول شكل واحد بس. في الاول في النص في الاخر يتكتبوا بنفس الشكل كده.
طب بقيت الحروف، بقيت الحروف لها شكلين، شكل يأتي في نهاية الكلمة، طب والشكل الثاني ها هيأتي فين بقى؟ أكيد في أول الكلمة أو في نص الكلمة. يبقى في شكل يأتي في نهاية الكلمة وشكل يأتي في بداية ونصف ومنتصف الكلمة. طب الشكل اللي بيأتي في نهاية الكلمة أهو اللي هو منتهي خلاص انتهى، الباء كاملة زي ما هي، التاء كاملة زي ما هي واخدة نفس الشكل الأصلي بتاعها، الثاء كذلك، الجيم نفس الشكل الأصلي بتاعها، ها الحاء الخاء ها السين الشين الصاد الضاد العين الغين القاف ها الكاف ماشي اللام ها النون الهاء الياء نفس الشكل الأصلي بتاعها، نفس الشكل الأصلي بتاعها اهو. طيب الشكل الثاني بقى، الشكل الثاني عبارة عن ايه اللي هو يأتي في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة، هعرفه ازاي؟ هتلاقي مدد ايده كده اهو، مدد ايده، ايد واحدة بقاعدة، ايد بقاعدة. خد بالك بقى، انت عندك هنا، عندك هنا الباء دي، الباء دي مثلا لها ايد وقاعدة وايد، لا 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 مفيش ايد تانية، ايد واحدة بس اهي، ايد وقاعدة، ايد وقاعدة، يد وقاعدة، يد وقاعدة، يد اه قاعدة على طول، قاعدة قاعدة ها قاعدة 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 اه. عمل ايه في السين؟ عدل السين، عدل الايه؟ الكاسة بتاعتها الدوران بتاعها عدل وخليها على السطر، ونفس الكلام مع الجيم والحاء والخاء والصاد والضاد. امال الطاء؟ الطاء مالهاش عدلة، الطاء شكل واحد هي والظاء. يبقى أنا عندي الألف والدال الحروف الست، الألف والدال والزال والراء والزاي والواو والطاء والظاء والميم، والطاء والظاء والميم، عندي تسع أحرف هم مالهمش إلا شكل واحد، ألف دال زال راء زاي واو طاء ظاء ميم بس، خلاص تسعة، والباقي كله له شكلين اتنين ها ها. يبقى دي تأتي في بداية الكلمة ودي في ايه؟ في آسف، دي تأتي في نهاية الكلمة ودي في الأول وفي ايه وفي الوسط ها. بو بو ها، تو ها تو، برافو ها، ثو ثو ها، جو جو، حو حو ها، خو خو، دو ذو، رو زو، سو ها شو، سو آسف، سو سو ها شو، اقرأ معي شو، سو سو ها، ضو ضو ها، طو زو، عو عو، غو غو ها، فو فو، قو قو قو، زي قلوب يومئذ خاشعة، قو قو، كو كو، كتب كو كو، كتب كو ها، لو لو، مو نو نو، هو هو هو، وو 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 وو، وو يعني واو عليها ضمة، وو، يو يو يعني ياء على ضمة، يو يو يو، يؤذن يؤدي، يرسل يو يو، تمام. خدنا الحروف المضمومة، خد بالك من حاجة، ما تحاولش بقدر الإمكان في الحلقة القادمة إن شاء الله، الحلقة القادمة جميلة جدا جدا، ودي مجرد ما نخلص الحلقة القادمة لو احنا تمكننا بالفعل من قراءة الحروف مفتوحة مكسورة ومضمومة وقراءة الكلمات قراءة صحيحة زي المعلم، صدقني كده انت وصلت لغاية 30% من القراءة الصحيحة 100%، 30% من القراءة الصحيحة، باقي عندنا 70%، 40% حركة السكون واللام الشمسية والقمرية لوحدها كده 40%، تمام؟
طب وال 30% بقى الحروف الزائده والتنوين والالف الفارقه، الحاجات بقى اللي هو الفينش الاخير بتاع الكلمه بقى، الفينش الاخير بتاع الكلمه. يبقى يهمنا احنا قراءه الحروف بالحركات الاول، وبعد كده كلمات عليها، وبعد كده اخد بقى اللام الشمسيه واللام القمريه والحرف الساكن، لغايه ما اوصل عند الحرف الساكن واجمع كلمه بالحرف الساكن. كده انت وصلت ل 70% من القراءه والكتابه مع المد بالالف والياء والواو زي الفل. بعديها بقى كل حاجه هتبقى سهله جدا جدا جدا، الالف المقصوره والالف الممدوده، الالف كل ده بسيط. فاحنا عشان كده بقول الكلام ده ليه؟ بقول ما تتنقلش على اي حلقه جديده انا بنزلها الا ما تكون واثق 1000000% ان الحلقه دي خلاص قراءه وكتابه واملاء مظبوطه 100%. وكذلك الحلقات السابقه، كذلك الحلقات السابقه اللي هي الحروف المفتوحه وعليها كلمات والحروف المكسوره وعليها كلمات، ماشي؟ ما تتنقلش لغايه ما توصل للمستوى الجيد جدا هنا، ابدا اتنقل معايا في الحلقه اللي بعدها، ماشي؟ مش اي حلقه انزلها انت تشاهدها، لا، خليك مكانك لغايه ما ايه؟ ما تصل الى مستوى 100% في الحلقه، وبعد كده انتقل الى حلقه اخرى، ماشي؟ يلا مع بعض بقى. او ن بو تو ثو ثو، حروف اللثويه عباره ايه؟ ثلاث حروف، ثو ذو ظو، ثو ذو ظو. طب الحروف المتشابهه، تو طو، شوف تو رقيقه هنا، طو طو زي طوبه 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 لكم، انما هنا تو توت، ها تو طو. دو دو دب، دو دو دب، هنا ضو ضو، ضفدع ضفدع ضو، ماشي؟ سو سو صو صو، وسو غير دي، ثو ثو، قو قو كو كو، ها ظو ظو، زو زو. ركز قوي على الحروف المتشابهه دي، الحروف المتشابهه دي لازم اللي يملك يملك يوضح لك الحرف بالظبط، في لفظ الحرف يلفظ لفظا صحيحا، ماشي؟ ها ثو، ها جو، حو خو، ها دو ذو، رو ذو، سو شو صو، ضو طو ذو، عو خو فو قو كو لو مو نو هو وو يو. ما شاء الله كل اللي تابع الحلقات السابقة ما شاء الله علق لي على الواتس وعلق لي على القناة كل الكتابة بتاعته صحيحة 100%، ما شاء الله. فخليني على نفس المستوى كده، وما تستعجلش، لا تتعجل الأمور. طيب هناخد بعض الكلمات بقى مش كتاب، إملاء الأول كده، هناخد أربع خمس كلمات الأول، وبعد كده الحلقة القادمة إن شاء الله تبقى حلقة في منتهى الروعة، هتشمل كل اللي عدى، مراجعة سريعة على الفتحة والكسرة والضمة، ماشي؟ بس هناخد برضو إيه؟ حلقة، هناخد أربع خمس كلمات، يعني مثلا قول لي مثلا إيه؟ لو عي با، لو عي با، يا ريت تحط عليها الحركات، لأن في كلمات كده إحنا خدناها قبل كده. هزيما، شوربا، كتبا، اخد كمان كلمه، نجحا. نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-210-211-69941. ولقاء اخر، نترككم في رعايه الامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.